كيف كنت تحسن لمشايخك شيخنا؟ ما سبيل الإحسان لهم؟ استغفر الله، ليس احسان هم الذين يحسنون الينا، لكني ساقول شيئا اسال الله ان يكون اخلاص الوجه لله الكريم. أمين. انا ما رايت شيخا من مشايخي الا عملته بقدره ومكانته، وان كان بعض مشايخي اذاني ايذاء عاليا جدا، وما رايته قط الا وقبلت يده واحاول تقبيل رجله، والناس قاطبة يلومونني على جهل منهم لا يعرفون كيف الجمع بين هذه المسائل. لكن أنا أتمثل دائما في الشعبي أو شعبة كان قد أخذ حديثا من شيخ من مشايخه، فكان كلما قابله استوقفه وقبله وقال حدثني بالحديث. قال يا شعبة أحفظ الناس ولا تحفظ حديثا واحدا؟ قال وفاء لشيخي، أو كما قال شعبة كان يفي له بذلك. الحق أن من لم يفي لشيخه فإنه ليس حرا، ليس حرا. فالحر يحفظ وداد لحظة وتعليم وتعليم لفظة. وأنت إن أحسنت للحر أسرته، فإن أكرمت ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. لكن حقا أنا مشايخي إلى يوم الناس هذا أذب عن أعراضهم مهما طال الأمر. بعض الناس لم يفقه هذه المسألة، كان قال لي لبعض مشايخ الأفاضل أنا أخالفه، فسمعت أحدا يقع فيه فشددت عليه وجهلته وقلت له أين أنت منه، ولو استطعت فواجهه علميا، وأنا عارف أنه لا يستطيع واجهه علميا. أنا الذي لا أفهم ما أنت فيه، لا مخالفة بين أن أخالف وأدافع. أنا أنصر ديني، والكتاب والسنة يقدمان، والشرع محكم، وفضل الرجل لا ينسى ولا يسقط. بل أنا أظن في ربي أنه لا يضيع فضله ولا يضيع جهده ولا عمله لدين الله جل في علاه. وأشق شيء عندي أراه وأسوأ شيء أراه أن يأتي أحد فيقع في أحد من أهل العلم، حتى ولو كان هذا الرجل قد أساء إساءة استطالت إلى السحاب. خذ الإساءة وتكلم عنها وفندها وبين خلافها الشرعي، لكن ما لك وللعالم إياك. أنا أكره من يقع في العلماء، يعلم الله أبغضه حقا في هذه المسألة، لأنه بذلك يصد عن سبيل الله، ولأنه محارب لدين الله جل وعلا. وهذه، وأستغفر الله أن أقول ذلك، هذه علامة نفاق. الذي يجتهد رأيه أن يقع في العلماء هذه علامة نفاق. وهذا الفعل أصالة من فعل أهل البدع، من فعل المعتزلة والخوارج. قال يا محمد اتق الله، إنها إيه؟ إنها قسمة لا يرد بها وجه الله. هذا من فعل الخوارج والمعتزلة. فالذي يقع في العلماء هذا فيه نوع نفاق. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.